هنتكلم النهاردة عن المكتبة الرقمية أو المذاكرة الرقمية. الموقع دوت فيه حاجة مهمة جدا، فيه كتير جدا من الناس ما بيلتفوش ليها، لكن أنا أعتقد إن ده هو اللي هيحدد مستقبل أولادنا. أول حاجة، الموقع دوت بيبقى فيه عليه شرح المناهج التعليمية كلها باختلاف مراحلها باختلاف المواد اللي فيها، وطبعا ده شرحته في فيديو قبل كده، لكن الأهم من ده كله المصادر الإضافية، وده هو ده الكنز الحقيقي. تعالوا نشوف مع بعض موسوعة زي موسوعة الفراشة دي. الموسوعة دي يا جماعة فيها كل ما يخطر على بالك، يعني لو احنا دخلنا عليها ودوسنا مثلا على تصنيفات، فيها حاجات عن الجغرافيا، التاريخ، الحضارة، الأدب، العلوم. أنا كل الكلام ده ممكن أنا مش من اهتماماتي، لكن انا هقول لك مثلا عن العلوم. مثلا هدوس التصنيفات فرعيه، لو انا ضغطت على تصنيفات فرعيه، العالم الطبيعي، الفيزياء، الكيمياء، جسم الانسان، الارض، الفضاء، الفنون، علم البيئه، علوم الحياه، كل الكلام ده ايه ده؟ علوم التكنولوجيا، يعني تتخيلوا علوم التكنولوجيا دي لوحدها دي المستقبل. يعني انتوا يا جماعه لازم تعلموا اولادكم ان هم يقروا الكلام ده كله، لازم يقرا الحاجات دي كلها وبمنتهى البساطة جدا، حاجات سهلة وشرح سهل جدا 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 جدا، وفي بدرجة لا تتخيلها. يعني مثلا أقول لك على حاجة كده في جسم الإنسان، جسم الإنسان تصنيفات فرعية، خش على جسم الإنسان ونخش مثلا عن دفاعات ضد الأمراض اللي هو جهاز المناعة، الجراثيم والأمراض. لو أنا دخلت كده انا بيديني كل المعلومات عن الحاجات دي كلها، دي ابحاث طبيه، يعني كل الكلام ده ابحاث. يعني لما يجي يقول لك اعمل بحث في حاجه معينه هتلاقي كل الكلام ده هنا. ايه المشكله ان احنا نعلم ولادنا ان هم يقروا الكلام ده كله، يقروا الحاجات دي، وكل كلمه من دول ليها حاجات. يعني شايفين، يعني مثلا السعال، لو ضغطت على كلمه السعال هيدخلك على السعال عبارة عن ايه. يعني تخيل انت حتى لو حاجة عايز تعرفها كل حاجة موجودة. ده كنز الحقيقي اللي موجود، معلومات قيمة جدا 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 جدا، ومش هتلاقيها في مكان تاني، وبصورة مبسطة وصورة جميلة جدا. ويا جماعة ما تسيبوش الكلام ده يروح منكم. في حاجات تانية مهمة برضو في الموقع دوت، في عندك كتب، الكتب دي كتب كتير جدا، في روايات وفي أنشطة وفي حاجات كتيرة جدا، يعني في حاجات كتيرة جدا للأطفال والكبار وكل حاجة. حاجة مهمة تانية، القواميس والمعاجم. القواميس والمعاجم دي فيها قواميس للغات كلها، قواميس للغات كلها، في قواميس صوتية كمان. يعني مثلا القواميس الصوتية دي، في قاموس هنا اهو، إنجليزي عربي مثلا صوتي، يعني بيقول لك الكلام اهو، المفروض ان هو ايه، بيشرح الكلمه ومعناها ومعناها بالعربي كمان، ويجيب التصنيف بتاعها. كل الكلام ده يا جماعه تصريف الافعال، يعني قواميس كتير جدا 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 في كل اللغات. يعني ليه كده؟ ليه ان احنا نضيع الكنز ده؟ ده كنز كبير جدا جدا جدا، وعشان توصل له في مواقع تانية صعب، وعشان تشتريه بفلوس اكتر. ليه ان احنا ما نحاولش نتعلم ان احنا نبحث وندور ونقعد نقرا ونعود ولادنا ان هم يقروا، طالما هم بقى خلاص بقت حياتهم الانترنت، ليه ما نحاولش ان احنا نستفاد من الكلام ده كله؟ فخلي بالكم من الموقع الجميل ده study.ekb.eg، وعلموا ولادته ان المذاكره على الموقع ده مش مذاكره. علموهم ان انت تخش تتفرج على اي حاجه، تتفرج على فيديو، تتفرج على اي حاجه، مجرد ان انت تتفرج يا حبيبي، مش هتبذل مجهود، اتفرج بس، خش اتفرج، خش دور، خش عيش في الـ، يعني خش للعمق شويه. ما تقولوش خش ذاكر، قول له خش اتفرج، خش اتفرج، خش معايا على حاجه حلوه، شجعه، وربنا يوفقكم كده، وتكون اللي جاي احسن ان شاء الله. على السلامه.